السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جونيور 2؟ عاملين ايه؟ النهاردة هناخد مع بعض درس جديد اسمه ميريت آمون. قبل ما ناخد درسنا انا عايزاكم تبصوا على الصورة اللي قدامنا دي وتقولوا لي دي صورة ايه؟ صح، دي صورة تماثيل. طيب التماثيل دي بتبقى موجودة فين؟ بتبقى موجودة في المتاحف او في المعابد اللي عندنا في مصر. طيب ايه اكثر الاماكن الموجودة عندنا في مصر اللي بتحتوي على تماثيل كتير احنا ممكن نروح هناك ونشوفها؟ عندنا زي محافظة الاقصر، زي محافظة سوهاج، ومحافظات صعيد مصر. تمام؟ طيب برضو لو كان حد فينا راح مكتبة الاسكندرية، هنا عندنا كان شاهدها في المتحف الموجود ايه؟ في المكتبة. طيب احنا النهاردة هناخده في درسنا درس ميريت آمون، ده اسم تمثال. طيب كان عندي بنت اسمها حبيبة، كان عندي بنت اسمها ايه؟ اسمها حبيبة. حبيبة ذهبت في رحلة مدرسية إلى محافظة سوهاج، يبقى حبيبة راحت فين؟ راحت في رحلة مع مدرستها لتزور محافظة سوهاج. تمام؟ طيب شاهدت هناك ايه بقى حبيبة دي؟ شاهدت هناك الكثير من التماثيل، زي ما احنا كنا قايلين من شوية إن محافظة سوهاج دي بتحتوي على كثير من التماثيل. طيب لما رجعت حبيبة من رحلتها المدرسية خلاص ظلت تفكر في تمثال الأميرة ميريت آمون، فضلت تفكر في التمثال، أعجبها جدا التمثال ده. اسمه إيه؟ اسمه الأميرة ميريت آمون. طيب تمثال الأميرة ميريت آمون ده كان لونه أبيض، كان لونه إيه؟ أبيض. طيب بصوا معايا كده اهو، شايفين اللي هناك ده؟ هو ده تمثال الأميرة ميريت آمون. طيب احنا قلنا ان حبيبة اعجبها جدا تمثال ميريت آمون ده، ولما رجعت من رحلتها فكرت ان تقوم بنحت مجسم يشبه الذي رأته في رحلته، فكرت تعمل تمثال شبه اللي هي شافته بالظبط للأميرة ايه؟ للأميرة ميريت آمون. طيب نقرا مع بعض كده الحتة دي، بصوا معايا كده. رجعت حبيبة من رحلتها المدرسية التي كانت تزور فيها محافظة سوهاج، وظلت تفكر في تمثال الأميرة ميريت آمون ذي اللون الأبيض الجميل، وفكرت أن تقوم بنحت مجسم يشبه الذي رأته في رحلتها. تمام؟ طيب لما أجي أنا أسألك هنا أقول لك أين كانت رحلة حبيبة؟ هتقولي إيه؟ إلى محافظة سوهاج. طب لو سألتك سؤال تاني، فيما ظلت تفكر حبيبة عندما عادت من الرحلة؟ في تمثال الأميرة ميريت آمون. طيب لو قلت لك صف تمثال الأميرة ميريت آمون، بصوا احنا شايفينه عامل ازاي؟ لونه أبيض، يبقى هنقول تمثال الأميرة ميريت آمون لونه ايه؟ أبيض جميل. طيب فيما فكرت حبيبة؟ فكرت أن تقوم بنحت مجسم يشبه الذي رأته في رحلتها. طيب رجعت حبيبة من رحلتها المدرسية، رجعت يعني ايه رجعت؟ رجعت يعني عادت، حد رجع. طب عكسها ايه؟ عكسها ذهبت. تمام؟ من رحلتها المدرسية التي كانت تزور فيها محافظة سوهاج، محافظة هنا جمعها محافظات، ظلت تفكر في تمثال الأميرة، ظلت يعني استمرت، فضلت تفكر في التمثال، يبقى ظلت يعني استمرت. تمثال جمعها تماثيل، تمثال جمعها تماثيل، يبقى ظلت هنا معناها استمرت خلاص. طب استمرت يعني فضلت بتعمل حاجة، عكسها ايه؟ عكسها توقفت. طيب تمثال هنا جمعها تماثيل ذي اللون الأبيض الجميل، الجميل هنا يعني ايه؟ حاجة جميلة يعني حاجة رائعة، يبقى معنى الجميل الرائع خلاص. فكرت ان تقوم بنحت مجسم، مجسم يعني ايه مجسم؟ مجسم يعني نموذج شبه بالظبط الذي رأته فين؟ في رحلتها. طيب حبيبة عشان تعمل مجسم يشبه التمثال الذي رأته لازم انها تستخدم اكيد مادة عشان تصنع بيها التمثال. طيب اول حاجة فكرت حبيبة انها تستخدمها قالت ايه؟ قالت ساستخدم الرمل. اه حبيبة فعلا فكرت انها تستخدم الرمل. طب لما جت استخدمت الرمل ايه اللي حصل؟ طبعا احنا عارفين كلنا ومسكنا الرمل قبل كده، الرمل كان
اشكال بالرمله بسهوله جدا انها تتفتت وايه وتتكسر. تمام. يبقى لو سالتك سؤال هنا لماذا لم تستخدم لماذا لو سالتك هنا لماذا لم تستخدم حبيبه الرمل في صناعه التمثال، او لماذا لم تصنع حبيبه التمثال من الرمل؟ لانه كان ايه؟ كان ناعم وتفتت بسهوله، وقال تفتت يعني تكسر. تمام. وبسهوله هنا عكسها بصعوبه. طب ناعم حاجه، ناعم عكسها حاجه خشن، يبقى ناعم هنا عكسه خشن. تمام. طب نقرا الحته دي مع بعض. قالت حبيبته ساستخدم الرمل، لكن الرمل كان ناعما وتفتت بسهوله. طيب الرمل ما نفعش انها تستخدمه في صناعه التمثال. طيب فكرت حبيبه ان تستخدم شيئا اخر. طب فكرت قالت ايه؟ قالت ساجرب الاسمنت، هجرب الاسمنت. لكن طبعا احنا عارفين ان الاسمنت ده بيكون لونه ايه؟ رصاصي او رمادي. ففعلا ده اللي حصل عندما استخدمت حبيبه الاسمنت، جف جف يعني نشف كده، اصبح لونه رماديا. لكن احنا عارفين ان تمثال الاميره ميريت امون كان لونه ايه؟ كان لونه ابيض. فبالتالي الاسمنت ما نفعش ان حبيبه تصنع بيه التمثال. طيب معايا هنا؟ فكرت حبيبته وقالت حسنا ساجرب الاسمنت، لكنه عندما جف اصبح لونه رماديا. يبقى لماذا هنا؟ لماذا لم تصنع حبيبه التمثال من الاسمنت؟ لانه عندما جف اصبح لونه ايه؟ رماديا. واحنا اتفقنا ان تمثال الاميره ميريت امون كان لونه ايه؟ لونه ابيض. طيب كده حبيبه استخدمت الرمل واستخدمت الاسمنت والاثنين ما نفعوش، فاحتارت حبيبه. طب ايه المفروض، ما الماده المناسبه التي تستطيع انها تقدر انها تستخدمها؟ ايه الماده اللي ممكن انها تستخدمها وتطلع التمثال شبه الذي شرعته تمثال الأميرة ميريت أمون؟ طيب سألت حبيبة والدتها، قالت لها إيه؟ مامتها نصحتها أن تستخدم أو تستعمل الجبس الأبيض لصناعة التمثال. يبقى مامتها والدتها نصحتها أن تستخدم الجبس الأبيض لصناعة التمثال، وقالت لها إيه؟ إنه هيكون مناسب لصناعة التمثال. طبعا حبيبة هي نفسها تصنع التمثال، فقالت حبيبة إيه؟ سأجرب يا أمي. يبقى هنا هو عندي معايا رقم 6، احتارت حبيبته ما المادة المناسبة التي تستطيع استخدامها، فسألت والدتها فأجابتها الأم تستطيعين استخدام الجبس الأبيض فسيكون مناسبا. قالت حبيبة حسنا سأجرب يا أمي. يبقى ما المادة التي ستجربها حبيبة دلوقتي؟ هتجرب مادة إيه؟ الجبس الأبيض. يبقى لو سألتك هنا فيما احتارت حبيبة، حبيبة احتارت في ايه؟ يبقى احتارت في المادة المناسبة التي تستطيع استخدامها لصناعة ايه؟ لصناعة التمثال. طيب ماذا قالت الأم الحبيبة؟ قالت لها ايه؟ تستطيعين استخدام الجبس الأبيض فسيكون مناسبا. وحبيبة ردت قالت انها ايه؟ ستجرب الجبس الأبيض. طيب في آخر حاجة استخدمت حبيبة الجبس الأبيض. فعلا حبيبة سمعت كلام والدتها واستخدمت الجبس الأبيض في عمل المجسم أو النموذج اللي يشبه تمثال ميريت أمون، ووجدته مناسبا. ففرحت حبيبة وشكرت أمها لمساعدتها في اختيار المادة المناسبة. فرحت جدا جدا حبيبة لما كانت جربت كذا حاجة وما كانوش نفعوا، لما مامتها قالت لها تجرب الجبس الأبيض وفعلا نجح الجبس الأبيض ووجدته مناسب وطلع بالظبط شبه تمثال الأميرة ميريت أمون، فرحت حبيبة وشكرت أمها ليه؟ لمساعدتها في اختيار المادة المناسبة. يبقى لو سألتك بقى سؤال في الآخر، مين من صنعت حبيبة تمثال الأميرة ميريت أمون من الجبس الأبيض؟ تمام؟ طيب هنقرا الحتة دي كده مع بعض. استخدمت حبيبة الجبس الأبيض في عمل المجسم ووجدته مناسبا، ففرحت وشكرت أمها لمساعدتها في اختيار المادة المناسبة. تمام؟ نشوف مع بعض كده المعاني. بعد ما خلصنا الدرس يلا بينا نراجع على اللغويات. طيب عندي الكلمة والمرادف، وقلنا مرادف قبل كده يعني معنى. عندي كلمة رجعت، رجعت يعني عادت.
طب ظلت ظلت يعني استمرت. الجميل قلنا الرائع، مجسم يعني نموذج، يشبه يماثل، رأته يعني شاهدته، استخدم يعني استعمل، تفتت تكسر، سهولة يعني يسر. المادة يعني ايه مادة؟ المادة دي يعني اي شيء ليه وزن وليه حجم، تمام؟ يبقى المادة ده شيء له وزن وحجم. المناسبة يعني الملائمة، تستطيع يعني تقدر، خدناها قبل كده. طيب انا عندي الكلمة ومضادها، رجعت، احنا قلنا رجعت يعني عادت، فعكسها تكون ذهبت، ظلت يعني استمرت، فعكسها تكون ايه؟ توقفت. الجميل عكسه القبيح، يشبه عكسها يختلف، قالت عكسها سكتت، تفتت يعني تكسر عكسها ايه؟ عكسها تماسك، سهولة عكسها صعوبة، احتارت عكسها تأكدت، تستطيع قلنا يعني تقدر عكسها تعجز، سألت عكسها أجابت، وجدت عكسها فقدت، وفرحت عكسها حزنت. طيب آخر حاجة عندي كلمة وجمعها رحلة، جمعها رحلات، محافظة محافظات، تمثال تماثيل، الأميرة الأميرات، اللون الألوان، مجسم مجسمات، المادة جمعها المواد، والأم جمعها الأمهات، عمل أعمال، تمام؟ يلا جونيور 2 نفتح مع بعض كتاب المدرسة صفحة 128 عشان نحل مع بعض الأسئلة. عندي أول حاجة نشاط 1 بيقول إيه؟ فكر وعبر بالرسم عن شيء قمت بصنعه ثم شارك. كل واحد يفكر كده جونيور 2، لو أنت معاك مادة الجبس ممكن تصنع بيها إيه؟ ونرسمه هنا في المربع ده، تمام؟ بعد كده عندي نشاط 2 بيقول ايه بقى؟ سر كل كلمة بمعناها. صنع أبي مجسما كبيرا. هنا طبعا احنا متعودين ان الكلمات اللي لونها مختلف هي اللي ببقى عايزة معناها، يبقى انا هنا عايزة معنى كلمة مجسما، وقلنا هنا في المعاني ان مجسما يعني نموذجا. طيب تاني واحدة عندي، يتفتت الخبز بسهولة. شايفين الصورة؟ وعايز هنا معنى كلمة ايه؟ يتفتت، قلنا يتفتت يعني يتكسر. طيب عندي تالت واحدة، الأحجار مادة تستخدم في البناء. عايزة كلمة مادة، مادة هنا يعني شيء له وزن وحجم. آخر واحدة، الجبس الأبيض يستخدم في صناعة التماثيل. الجبس الأبيض ده معناه ايه؟ هو مادة ترابية لونها أبيض تجف بعد وضع الماء عليها، تمام؟ الصفحة اللي وراها صفحة 129 نشاط ب، عندي هنا كانت حبيبة في محافظة أسوان ولا الأقصر ولا سوهاج. طبعا هي كانت في رحلة محافظة ايه؟ سوهاج. بعد كده عندي تاني سؤال، أعجبت حبيبة، أعجبت حبيبة في هذه الرحلة بإيه؟ أعجبت بتمثال ولا بمعبد ولا بحديقة؟ أعجبت بتمثال، الأميرة ايه؟ ميريت آمون. طيب تالت سؤال، المواد التي جربتها حبيبة لنحت المجسم هي ايه؟ احنا قلنا انها استخدمت ثلاث مواد، الرمل عندما تفتت بسهولة، والأسمنت، وآخر حاجة الجبس الأبيض. طيب السؤال الرابع، لماذا لم يكن الأسمنت مناسبا؟ قلنا ليه الأسمنت ما كانش مناسبا؟ لأنه عندما جف أصبح لونه إيه؟ رماديا. يبقى لأنه عندما جف أصبح لونه رماديا، بينما كانت عندي هنا نشاط ج بيقول لي ضع الكلمات في مكانها المناسب. عندي مجموعة كلمات وأنا عايزة أحطها في مكانها المناسب في النقط دي. أعلنت المدرسة
عن سابقه، تفتكر مسابقه ايه؟ للنحت ولا ماده ولا الجبس الابيض ولا تتفتت ولا مجسم؟ صح، هي مسابقه للنحت. فاشتركت لجينو فيها وصنعت، تفتكروا صنعت ايه؟ صنعت مجسما. ليه عصفور ابيض واملس؟ صنعته من الجبس الابيض زي حبيبه كده. لان هذه ماده لا تتفتت زي الرمل كده، لان هذه ماده لا تتفتت. نشاط دال، ضع الكلمات الآتية في جمل من عندك. عندي أول كلمة مادة، حول الجبس مادة بيضاء. طيب عندي تاني كلمة نحت، حول ايه؟ النحت فن جميل. بيقولك ايه؟ زوق، شارك مع اصدقائك مكان قمت بزيارته.
هو جد بيه معالم مميزه